الثاني كمية المؤتمرات وكمية الاجتماعات اللي العرب بيحضروها، فإذا حان الوقت إنه العالم يتغير 10 مرات. فعدم التغيير في مجتمعاتنا معناته في مشكلة كبيرة جدا. والمشكلة أحبائي عندما نسمع كلمة الرب بشكل مستمر، إما أن نصاب بالتخمة الروحية، يعني خلاص أصبحنا نستمتع بالكلام كأنه خطبة أو كأنه مقولة معينة وكأنه افتخار معين، أو ممكن نفس الكلام اللي بنسمعه بزيدنا معرفة، وهذه المعرفة تتحول إلى طاقة، تتحول إلى عضلات روحية بنستخدمها حتى نمجد الرب يسوع المسيح في حياتنا. فعندما يصاب المؤمن بالتخمة الروحية، يعني صار عندنا معرفة، بتهيأ لمعظم المسيحيين صار عندنا معرفة كبيرة بسبب نشكر رب من أجل القنوات الفضائية، وصار عندنا معرفة بسبب كثرة المؤتمرات والاجتماعات، وللأسف إذا ما حولناها لطاقة وخدمنا فيها فإحنا أحبائي عم بصيبنا التخمة الروحية، وبنبقى في أماكننا وبنبقى في وضعنا الحالي.